فزمن انكسار الصهيونية قد بدأ، ولعنة العقد الثامن ستحل عليهم. 2027 بتكون إسرائيل إن شاء الله. لعنة العقد الثامن عند اليهود. لا أعرف إذا كنت قد سمعت عن هذه اللعنة، لكن اليوم سأشرحها لكم بكل تفاصيلها. ما هو الأمر معهم؟ إسرائيل الآن قريبة من هذه اللعنة، وبدأ يدب الرعب في قلوب نتنياهو وغيره. المدنيون الذين يعيشون الآن في ظل هذا البلد ينقسمون، بعضهم يعارض وبعضهم يفر من دولة إسرائيل، وأولئك الذين لديهم قصة في العقد الثامن. لعنة العقد الثامن عند اليهود واعتقادهم أن زوال دولتهم بات قريب جدا من أي وقت مضى. في كتبهم يعتقدون أن كل 80 سنة سوف تنهار دولتهم اليهودية، والتاريخ كان شاهد على تلك الأحداث. وفي هذا المقطع سوف تعرف سبب ضعف اليهود والقوة التي يمتلكونها الفلسطينيين تجاههم، وأن زوالهم بات أقرب من أي وقت مضى. لا تغتروا بالأحداث التي تحدث بغزة، وكان الله في عون أخواننا والله ينصرهم. ولكن سنذكر شيئا موجودا بالتاريخ الآن يدب في قلوب اليهود. الحديث عن لعنة العقد الثامن ليست فقط في إطار النظريات ونبوءات الكتب مثل التلمود والتوراة، أو في سياق تحذيرات العديد من ساسة إسرائيل. إمثال أيهود باراك كتب كلام في ذكرى 74 من إقامة دولة إسرائيل، حاول تحذيراتة وقال بالحرف الواحد: في فترتين قامت لبني إسرائيل سيادة كاملة في أرضه، وبشر العقد الثامن في الحالتين بتفكك هذه السيادة وكيان سيادي. وصلنا اليوم إلى العقد الثامن، ونحن مثل من استحوذ عليهم الهوس. يعني في سياق كلامه بالمصطلح الواضح بأنه دولة إسرائيل أصبحت في العقد الثامن، والعقد الثامن هذا هوس يدب في كل يهودي، وأن دولته على حافة النهاية، وعلى السياسيين أن ينتبهوا حتى لا تتكرر هذه الحادثة التي قصدها في حوار حديث. وهما دولتان قامتا قبل المسيح، ولم يبلغ عمر هاتين الدولتين ما يقارب 80 عاما. في دولة بلغت 70 وانهارت، والدولة التي بلغت 63 وانهارت. وهذا يدل على أن دولة اليهود لم تتجاوز 80 عاما، والآن عمر إسرائيل 74 عاما تقريبا، وتتبقى 6 سنوات بالضبط. وهذا ما جعل اليهود يحاولون الآن اجتياح الأراضي الفلسطينية بشتى الطرق. إنهم يخافون من هذا العدد، ويعلمون أنه في وقت ما ستنهار بلدتهم أو تنهار دولتهم كما يزعمون. هم يعلمون أن هذه الدولة اليهودية تحظى برعاية كبيرة، وهذه الرعاية قد لا تستمر لفترة طويلة. ونحن نعلم من يعتني بإسرائيل، وهي أمريكا. ويعلم اليهود أنه سيأتي وقت يمكن فيه وقف هذا الدعم في أي لحظة. تحدثوا لأمريكا مشكلة أو للحلفاء، سيوقفون دعمهم لإسرائيل. وهنا ستسقط الدولة في غمضة عين. انهارت سوق الأسهم بشكل كبير للغاية، وبدأ المستثمرون بالفرار من إسرائيل بسبب الحرب المستمرة. الجميع مهتم بأمواله، وفي النهاية لا يريد أن يخسر. والأدهى والأمر من ذلك هو تغيير الحكام، وهو ما حدث 5 مرات. لقد تغير النظام في إسرائيل 70 عاما، وهذا يدل على أن المدنيين غير راضين. بل الناس الذين يعيشون في ظل هذه الدولة هم أناس مجتمعون من مختلف البلدان. أعني ليس لديهم أي شيء يحتفظون به، شيء أصيل غير موجود. ومن الممكن أن يعود الجميع في يوم وليلة إلى أصولهم. الجميع يسافر ويعود إلى بلدانهم الأوروبية. السؤال هو: بعد أن يبلغوا 75 من العمر، إلى متى ستستمر إسرائيل؟ هذا السؤال يثير الرعب في قلوب أبرز الشخصيات السياسية في إسرائيل. وقد صرح الذي هو نتنياهو نفسه وقال: نحن خائفون من العقد الثامن، ونخاف من الانقسام الذي يحدث داخل البلاد بين المدنيين، وما حدث خلال 5 سنوات فقط مع تغيير 5 حكام. وهذا يدل على أن إسرائيل ليست مستقرة داخلياً،